أعزائي المشاهدين، اليوم نلتقي بعائلة وصلت اليوم الأحد الساعة 5 عصرا من كرمليس. مرحبا. أهلا وسهلا. اسمك؟ حسينة حنو متي. حسينة، أخت حسينة. نعم. احكينا عن الوضع هناك وشون شو تتصرفون. احنا كنا قاعدين ببيتنا، ما حد كان يعرف بينا احنا جوا. نعم. الباب مسدود وشبابيك كلهم خلين عليها فردات. نعم. ما حد عرف بينا احنا جوا. ناكل نشرب عندنا اكل، معتمدين على روحنا. اليوم الجمعه، اليوم الجمعه جوي قرايبنا جابوا لنا عنقود عنب وشجرايتين على اساس خير عيد مريمانا، وهم بلغوا علينا احنا جوا. والبارحه من لمونا جوي هم علينا دقوا الباب الساعه 4 ريتكم يم قديسة بربارة. نعم. رحنا ما نعرف شكو، قال تجون وما تجيبون كل شيء وياكم. نعم. تجون بحواسكم. نعم. طلعنا وصلنا هناك شفنا دول العجايز دي يفتون. ليش دي تفتون؟ قالوا جوي علينا على البيت وهددونا، قالوا يا سيرون اسلام يا تطلعون من القرية. بس دقيقة. انتوا كم واحد جمعوكم القديسة بربارة؟ 11 واحد من كرمليس، 3 من قرقوش. 14 واحد. ايه نعم. تقدرين تذكرين بعض منهم؟ ايه نعم. غزالة خضر. نعم. وغزالة عبت. نعم. وفكتوريا. نعم. وفكتوريا عقولة. نعم. واني منهم حسينة حنو وزوجي يشوع سعيد. نعم. ومسكو يوسف ولادها 2 نادر ايليا ونديم ايليا. نعم. وياسر ياسر يوحنان. يوحنان. ما اعرف رغيت اسمه هذا المعوق. نعم. غيث يوحنان هم كانوا ويانا. نعم. وعزيزه متي شابه. نعم. هذه هم ويانا كانت. زين انتم كلكم جيتوا سوا؟ كلنا اجينا سوا بس سيارتين. شلون جيتوا؟ شلون طلعتوا؟ طلعنا وصلونا هم للمفرق مال اربيل. وقالوا هسه هاي صارت الدنيا ظلمه وتعتمدون على روحكم. مره نمشي ومره يشوفنا واحد بالسياره يشيلنا. وصلنا الشاقولي. نعم. بتنا هناك بيت عرب شاقولي. نعم. تعشينا ونمنا الليل وقمنا الصبح اخذونا سيارتهم وجابوا سيارة واحد صديقهم. نعم. وصلنا جسر مندان. نعم. ومنك عفونا، قالوا صارت منطقة ساخنة تعتمدون على روحكم. شوية نمشي وشوية نصعد بالسيارة وذول العجايز ويا ياسر. لما وصلنا السيطرة مال داعش. من وصلنا اجا واحد علينا لحيته القد وشعره طويل، قال نسوان ورياجيل عنده فلوس عنده ذهب يخليهم هنا والما يخليهم يفتش، اذا نلقي ذهب او فلوس عند واحد نرمي الكل. زين هذا كان يحكي عربي عادي؟ اي عربي. عراقي؟ لا مو عراقي. لا 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 مو عراقي والله. ليه هو عراقي؟ وقيل مش باكستاني. لبس ماله باكستاني ويحكي عربي. نعم. ايه نعم. اخذوا 100,000 من عندي وهويتي و100,000 من زوجي وهويته، 350,000 من حماتي. واخذوا من هذول العجايز وحده 25,000 ووحده 40,000، 40,000 ويا الحلقه مالتها. ونديم ما اعرف ايش قد كان فلوسك، 150,000؟ المهم 150,000، يعني اخذوا بحدود 1.5 مليون من عندنا. واخر شيء قال لا تقهرون على فلوسكم، هسا توصلون سيطرة الأخ راح يرموكم بالرصاص، قصد على سيطرة الكرات. احنا من وصلنا سيطرة الكرات بالعكس، انطونا مي بارد وقعدونا بغرفة وشافونا السيارة قالوا توصلكم ليش السيطرة. من وصلنا السيطرة اعتمدنا على روحنا، اخذنا تاكسي ب 15,000 وصلنا البردرش، ومناك اجا قس ثابت والصيفان وسهيل سهير يشوع جو ياخذونا. زين 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 اخت حسينة، نحكي ويا الاخ يشوع. مرحبا. اهلا وسهلا. شنو كانت معاناتكم هناك؟ والله تعبانين بالقريه وما نعرف وين نروح وين نجي. وما ما حد اذاكم يعني؟ ما حد اجى علينا. زين اذوا بيوت القريه شيء؟ بيوت القريه كلها مكسوره. فتحوها كلها؟ كلها فتحوها. نعم نعم. زين لما جيتوا على اي طريق؟ شاقولي باتجاه يعني الخازر؟ لا شاقولي، وصلت شاقولي وبعدين ورا شاقولي. جماعة شاقولي جابونا على شو اسمه بعشيقة على طريق موصل وبعد رجعتوا. ايه رجعتوا رجوع. ايه زين شفتوا برطلة شيء؟ ايه شفنا مزه شفتوا انت؟ لا
شفتوه هنا طريق شفتوه. شفنا سيارة وصلتنا للبعشيقة. شفتوا سيطرات مال داعش في أحد؟ إيه بعشيقة. بعشيقة. إيه نعم. إيه. وش قالوا لكم الجماعة بعشيقة؟ أخذوا فلوسنا وقالوا أي واحد ما ينطي فلوس أنا قتله. نعم. نعم. نرميه. نعم. زين أعطيتوا فلوسكم؟ إيه. مو؟ نعم. أعطيتوا لعدكم هوياتهم ما أخذوها؟ نعم. أخذوها هوياتكم هم. زين انتوا ايش قصر لكم بكرمليت كم يوم من البدايه من البدايه لحد البارحه البارحه لحد البارحه نعم. ساعه بيش طلعتوا من كرمليس الساعه 7:30 بالليل نعم طلعتوا ماشي لا خلونا بسياره بيك اب مالتهم مالتهم وصلونا للمفرق للمفرق وبعدين جيتوا على طريق جسر مندان ايه لا لا عشا قولي من بحشيقة بعدين على جسر مندان واجوا جماعة لعقونا جابونا يعني احنا اهم شيء نقول لكم الحمد لله على السلامة اهم شيء يعني ايه. تعيش شكرا وهسه شلون رايكم بوضعكم ووضع الناس الحمد لله والشكر شو تحبون تقول انت شو تحب تقول اول مرة والمن تقول المن اقول ايه ما اعرف شو تحب تقول والله ما اعرف ايش اقول انت خاله حسينه شو تحبين تقولين والمن تقولين اقول للحكومه ما كافي القطر حكومه منو اي حكومه الاقليم لحكومه المركزيه ايه المركزيه احنا 12 يوم سجننا شنو ذنبنا حتى هوا ما قدرنا نشتم ورا ما سجننا 12 يوم طلعونا بالشلاليق وبعدين من وصلنا السيطره مالتهم اخذوا فلوسنا بعش بقى زين انتوا ليش ما طلعتوا اصلا ما طلعنا ما حد ايش اسمه اجى قال لنا ما حد اجى قال لنا دا يطلعون العالم بيتنا بعيد وما حد قال لنا الباقين اللي وياك الباقين ويانا قسم عجز قسم مرضى قسم ما يريدون يطلعون ما يريدون يعوفون بيوتهم نعم زين هسه تناجين احد يعني على وضعكم الحالي ايه انا اناشد هسه شو اسمه مثل ما يقولون الضمير الحي يرجعون هالعالم هاي لبيوته ويفضوها ما يصير هيك شيء شكرا جزيلا اهلا وسهلا بك شكرا اهلا وسهلا ننتقي الآن مع الخالة غزالة اللي رجعت اليوم الأحد بالساعة 7 ليلا من كرمليس مرحبا هلا ومرحبا هلا بيك احكي لنا معاناتك معاناتي كنت وحدي بالقرية وكان يفوتون كلهم هذولا وأنا الباب مسدود علي 5 أيام ما فكيت الباب كان عندنا أكل وشرب بالبيت كنا نقضيها بس أنا مريضة عندي 5 عمليات قلبي كان يمسك قمت أفتح الباب وفتحت الباب 3 بوجهي وما خفت مرحبا هلا ومرحبا ليش خالة أنت هنا قلت له ما أدري ليش راح قلت ما أدري نحن نايمين من 9 أنا ومرت أخويا أرملة نحن ما عندنا أحد نحن مرضى ما نقدر نطلع وخاصة أنا إلى مو ببيتي ما أقدر ظلينا ببيتنا إش تأكل وإش تشرب وكل شيء عندنا الحمد لله إش من يعيشكم قلت الله وأهل القرية وعندنا راتب من الرعاية ويكفينا أهل القرية قايمين بواجبنا واجبنا وما نحتاج بصل الله الفوق إيه خالة إيه هاي اللخمة يا قلت مرت أخويا قلت له أرملة هاي 40 سنة إيش قد عمركم 80 سنة هلا بيكم بيك المهلي اطلعوا على البرة في كل باب لا تخافون خلف الله عليكم ما محتاجين شيء كان عندنا كل شيء ماي كل شيء قلت له لا جويني ثاني يوم قالت لي هاي مرت أخويا تخاف ترجف ترجف جويني ثاني يوم غير شكل جويني غير شكل غير ناس فد واحد مثل ضباط مسلح لحية كشخة شخصية ها حجية ليش انتم هنا قلت له ايش نسوي هذا بيتنا نعيش هنا ببيتنا ايه وانتي ومنو هاي شو تصير مني قلت له مرت اخويا ارملة مقطوعين ما عدنا حد شلون ما عدنا نحن مقطوعين واهل القرية يعيشونا ايش ما تريدون نحن نجيب لكم نساعدكم ما نحتاج كل شيء كل شيء عندنا بس الماء إذا جبنا
زين زين خاله غزاله، انا اريد اسالك، كانت وحده وياك؟ منو هي؟ منو وياك كانت بالبيت؟ فيكتوريا. زين زين، انتم ظليتوا تقريبا 12 يوم مو؟ ايه 12 يوم. شلون جاكم التبليغ انه تطلعون؟ ها دخلي اخلص لك. لا لا انا اريد هذه، هاي النقطه الاخيره. انا اريد ايه النقطه الاخيره. اقول لك يوميا يجوني دا يفكون باب المحلات، هذا المقابلنا دا اسمع حس افتح الباب دا يفكون القفلات، افوت جوا هم يروحون، اروح لي هناك دا يشيلون بكبات، خلصوا له هذا شو اسمه، يفوتن مرت غير شكل، اثنين مواصله يحكون عربي مصلاوي. قلت لهم انتم من الموصل؟ قال ايه. خاله شو تريدين؟ ايش محتاجين؟ قلت له ما اريد كل شيء، ماي ماي مال الشرب. يجيبونه من هذا الضباط، ما اعرف منين يجيبونه. يوم الثالث اي ورا الخمس ايام اللي ظلينا بالبيت، قلت له غاز ما عندي، هاي ثلاث ايام نحن ما طابخين وما عندنا غاز. اثنين ثلاثه كانوا، قال الاثنين روح جيبيهم جيبوا لهم غاز. راح ما ادري منين جاب لنا غاز. ارتاحينا. يوم الاخ جانا واحد لابس جبه سوداء بنطلون اسود ولحيه وسياره نيليه، وقف على الباب وانا قاعده على الباب. ها حجي ليش قاعده هنا؟ اول مره دا اشوفه. قلت له هذا بيتي. وطلعت فيكتوريا، هاي فيكتوريا ما كانت تقدر تشوفهم تخاف. سويت اي هيجي. راحت فاتت جوا. لا تعرف عربي وتخاف. قال هاي حجي وياك؟ قلت له ايه. شو يصير منك؟ هذا الاسود مالتهم، هذا الكبير مالتهم. اول مره دا اشوفه. قلت له ايه وش تريد من عندنا؟ قال ليش ما تصيرون من عندنا ونوديكم على دار العجزه مكرمين ومعززين، وليش هنا تتبهدلون؟ قلت له نحن ما نتبهدل، مرتاحين ببيتنا. هاي عيشه؟ قلت له ايه عيشه الحمد لله. الله دا يعيشنا. ايه. قال لي زين تصيروا من عندنا نوديكم. قلت له شلون يعني نصير من عندكم؟ نسيب ديننا ونتبع انتم؟ قال لي والله انت تعرفين تحكين عربي، اني يعني عربي مالتك. هذا كان من جنوبي، مصلاوي يحكي ويانا مصلاوي، هذا من جنوبي. قلت له ايه اعرف عربي. وهاي الحجيه قلت له هاي كلمه واحده ما تعرف نهائيا ما تعرف. زين اذا اوديكم هسه على دار العجزه ما تجون؟ قلت له لا. ليش؟ قلت له انا ما سيب ديني، أنا عمري 80 سنة وهاي 80 سنة أنتم شو تسوون بينا؟ قال أنتم البركة بيكم. قلت له البركة بينا؟ لو هسا تضربني طلقة وتحفر هنا بالحوشي قبر مالتي وتدفني ما أسيب ديني. نهائياً ما أسيب ديني. هيك مصممة أنت؟ قلت له إيه، إيه مصممة. ولوياك؟ قلت له وياي وياي ما تعرف تحكي عربي، إيش أصيحة وتخافية؟ ايش اصيحها تحكي عربي؟ لا جيبيها. جبتها. قال له خاله ما تصير من عندنا؟ قالت اني عربي ما يعرف شويه. قالت قال زين تقولي فت كلمه تصيرين من عندنا؟ شلون يقولها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم المهم. قالت اني ما اعرف. اني قمت قلت له بالفليحي كلداني، قلت له تعرفين شو تقولين؟ قولي يا الله راوينا ودينا على الطريق الصحيح. قالت له هاي الكلمة. قلت له دا تسمع قالت كلمة القلد أنت. ها قالت؟ قلت له هذا الله يعني استسلمت. المهم المهم شلون بلغوكم تطلعون؟ ما أشوف إلا البارحة جاء ياسر. قال ساعة 4 تكونين حاضرة. يا أشكو هم ويانا ما يحشون ويانا ويجون ويانا يجيبونا ماي، جابوا لي قنينه. قال هسه مصممين يا صيرون اسلام، يا نقتلكم يا ما تبقون هنا. زين شلون؟ قالهم ياسر قال روح لملمهم شوف قداتهم. جاء علينا بلغنا، جاء ساعه 4 علي هسه لا هدوم لا فلوس لا كل شيء ما تاخذين. طلعي الحجيه وياك يلا وفكتوريا يلا يلا يلا، خلينا الابواب مفتوحه، لا فلوس لا كل شيء ما اخذنا لا هدوم. طلعنا هيك قعدنا بسيارته ودانا على قدي صبر مارة. قال وين من الباقي؟ روح نعطيهم خبر. قال راح عليهم
يلا كل من يقدر يمشي على قديسة بربارة يمشي، وكل من ما يقدر أنا. زين زين ما علينا هسه. أنتوا اجتمعتوا قديسة بربارة 11 نفر مو صحيح؟ إيه. 11 نفر. إيه. بتوا هناك بالليل؟ لا. وين رحتوا؟ قال ساعة 4 تعالوا نوصلكم على فالسيطرة وين ما تريدون تروحون. أول بعدين قال لا دبقوا ويانا. هاي عزيزة كان استسلمت، قال أنت تبقين ويانا ما تروحين، أنت تبقين. قالت لا جوي أهلي جوي قرايبي خافت طبقت ويانا. ساعة بيش طلعتوا من قديسة بربارة؟ من قديسة بربارة ساعة 6 العصر. العصر البارحة من 4 للستة البارحة. البارحة رحتوا مشي؟ احنا 5 ما نقدر نمشي، قعدنا بسيارة ياسر، 6 يقدرون يمشون مشوا طلعوا مشي. وين نروح؟ رحنا على الشاقولي، رحنا على الترجلة، قال مختار ما أقدر أنا أخاف. رجعنا على الشاقولي طلع فدولت، قال ايش بيكم رحتم وين؟ قال والله نحن نخاف بس فوتوا هاليوم نحن نضيفكم، فوتوا أهل الكرم بس. نحن نصنا بالسيارة ضيفونا هذولا، وذولك دايم جون مشوا فاتوا في البيت الأخ. وين نمنا؟ بالشاقولي. ونمنا بالشاقولي قضيناها الليلة هناك. ثاني يوم طلعتوا رحتوا باتجاه بحشيقة تمام؟ ما نقدر ما يعرف ساهر طريق. المهم رحتوا بطريق بحشيقة. ايه ايه. بعدين طلعتوا من اخر سيطرة مال داعش تمام؟ ايه. وصلتوا الكردستان حدود كردستان، منو كان اكو جيش شنو استقبلكم الكراد؟ بعد قبل ما نستقبل القراب هذول السيطرة الأخيرة وقفونا. منين لا وين؟ قال ليش مو انتم طلعتونا من هناك؟ قال ما تطلعون منا، انت تصير اسير هنا. توقفنا وما تروح وهم هم يبقون هنا. قلت له ليش يبقى نبقى يعني ليش هو شو مسوي؟ لا انطوا ودي مالته. ايه شو تريدون؟ لملم الفلوس والذهب. خطي ياسر قال امي انطوا ما ايش ما تنطون حتى لا نبقى هنا. شال احد حلقه مالته والذهب وفلوس اللي عندهم جماعه طبقهم هالقد وانطاهم. هسه نروح له؟ لا. قال روح. عبرتوا على الكراد على البيشمركه؟ ايه. سووا لكم؟ لا. ايش قالنا؟ قال من تطلعون على كراد اكو هناك ضرب يجي عليكم وما تقدرون تعبرون، يا طريق ترابي يا طريق مي يا كتلوكم هذا. المهم المهم انتوا عبرتوا. رحنا اكو 2 جايين من هزمين ماني، سالناه قال هذه سويها هيك سويها هيك وصلتم لكراد، سويها هيك وصلتم لكراد. باقي لنا يعني مثل بيتنا وقديسة بربارة. نزل ياسر من سيارة وراح عليهم سواها، قال هيك قضيتنا، قال ندليكم طريقة ترابية هيك. هذول دا يمشون مشوا، جتي سيارة من شاقولي ويانا هذا أبو البيكب شال 12، نحن 12، 6 شالها هو ونحن 5 ويا ياسر. طلعنا ترابية، تجي سدة يجي ساتر، تجي سدة يجي وادي، هذا انثول ما يقدر يسوق هناك. خاف نحن راح يموتنا بفد مكان. دي مشينا مشينا شفنا فد منطقة مال الكرات. نزل هم سواهم هيجي هيجي. قالوا تعال صاحوا، قالوا هذا طريق ترابية يخلص ويجيك طريق مو مبلط وتطلع على بردرش. والله مدلانا طريق ذاك الوقت ارتاحينا وصلنا على بردرش. طلعوا كرات علينا. استقبلوكم؟ ايه استقبلونا. ايش بيكم؟ قلنا هيك يا هالقضيه ان شاء الله اخونا، وكان يضربونا ويقتلونا ونحن انهزمنا وجينا وصايت الله وصايتكم عبرونا على الاربيل. إيه قال يلا نعبركم. المهم هنا انا خاله غزاله انت سفرتك طولت من كرمليس لاربيل 24 ساعه يوم كامل. ايه مو صحيح؟ زين شو تحبين تقولين ولمن تريدين توصلين صوتك؟ انت اليوم مهجره من ارضك مو صحيح؟ اللي من تحبين توصلين صوتك شو تريدين تقولين؟ شو اقول؟ على الكبار غير، على رؤاس الدين غير، هذا الشيء اللي يسوون بالمسيحيه تلصقوا مبهدلين مرزلين مسدود ابوابهم منتشرين هنا وهناك هم وولدهم. شنو ذنبنا؟ شو مسوين هنا؟ نحن صلخوا بيوتنا ومحلاتنا وطردوا اهلنا وقرى مالتنا مثل فجرية مهجرة. ها ونحن دا نشوف هذا الشيء شوية رحموا علينا سوونا في الطريقة الصحيحة نطلع عليها نطلع عليها نخلص من هالجريمة علينا. يا نضربونا يا يصلخونا يا يصيرون من عندنا. تقبلوها أنتم؟
شلون تقبلوها انتم؟ نحن ما نقبل والله. إن انا الي قال يعني انت صوتك ما علي، انا صوتك من تريدين توصليه؟ دا وصلوا لهذول الكبار غير منو؟ حكومه عراقيه، حكومه كردستانيه، امريكا، قسان، منو يعني؟ غير هذول من عندنا نحن، هم القسان، هم البتارك، هم الحكومه كرديه، ما اعرف بعد ايش اقول. الكبار اللي يكو شيء بيدهم يسوونه فتشاره، ها مو هيك ايش اقول بعد. بارك الله بيك هالغزال، الحمد لله على سلامتك وشكرا على هاي التعب، تعبنا شوي انا. هلا بيك، هلا بيك، خلي اقول فت كلمه. اوف 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 تكر ملاش، اوف خش كنيثة أمر طالي دخي ونوا هاتا مخيثة، واي من داني كفار وكبوري كبور مليثة. أخ أخ تكر ملاش عزستي كرملاش، واي واي رخيران ولا بناشي، ويلي لا قاشي ولا شماشي، ميري خلافخ مريم لش قلبتي ايدها، إلتي تقوري لي شماشي، يغذيري المرقور قيسطوانا، ميري شواوي ود عزيزي ود لا خشارة، يمطرد لا منان أي أنانا، عزيزي بقوة غبايا ربح ديود خريزح بلب التنينة، يخرزتا بلب كفورة. أوف ما عمر النوخ إمام رنوخ معود دلي وميري، وتوت البل الدرتاد يا مامو انصيري، يخير بكرملاش ميبارة ومبارة وشونا شالا غزيلي، هاور تكرم شاي كبرنو هاور هاور يا كيوت مهده، ها ورتج ونقي وتاخا ماسا، والله عزيزي دور ما سبقت لا منو خين ماسا، ويلك مقتلي لي الا نقوشي وهميت عسا، سيد بالله ولا سنقاواي لا بنون ولا بناسا. اوف شكرا جزيلا، شكرا. اوف 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 لبي كلمة يا عريخ خذ يا سري ما تبتخلي لبي كم خزينا كلي سالمين كلي دمرت والي خمسة ما تطالي هر دمرت والي شكرا.